أخبارنا لهذا اليوم، خبرنا الأول عواطف الغنيم، وكيل مهندسة عواطف الغنيم وكيل وزارة الأشغال تقول وزارة الأشغال تعمل على إنشاء الأنفاق العميقة بهدف حماية البيئة واستغلال مياه الأمطار. يا أم محمد، عالج الحصى الشوارع اللي بالشوارع، هالأمراض الجدرية، المرض الجدري والفيروس اللي صايب شوارعنا صارت مرقعة أنفاق. يلا من بيحاسب؟ خذي راحتك، عطني الترجمة. وزارة الأشغال العامة بوصفها القائمة على إحداث النهضة الإنشائية بالبلاد تسعى جاهدة لاتخاذ كافة الإجراءات وإعداد الدراسات المردود البيئي لكافة مشاريعها للحد من ملوثات البيئة، بل أن وزارة الأشغال العامة قد أنشأت إدارة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي، هي إدارة شؤون البيئة التابعة لقطاع الهندسة الصحية، وهذه الإدارة تقوم بدور محدود لحماية البيئة وتسعى جاهدة نحو إلزام الجميع بقانون البيئة وتقديم الدعم الفني والحلول المناسبة للحد من نسب التلوث والحفاظ على البيئة البرية والبحرية للدولة. إضافة إلى ما سبق، فإن وزارة الأشغال العامة قد وضعت هدفاً استراتيجياً لها، هو إنشاء نظام الأنفاق العميقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا الشأن بهدف حماية البيئة والاستغلال الأمثل للمياه المعالجة ومياه الأمطار للأغراض المخصصة لها. ولقد تم الانتهاء من إعداد مستند الشروط المرجعية للاتفاقية الاستشارية الخاصة بتلك الأنفاق، كما تم اعتماد قائمة المكاتب الاستشارية العالمية المؤهلة. صار اليوم اعتصام حاشد